حياكم الله مشاهدينا الكرام في انطلاقة أولى حلقات برنامج 18 عبر قناة التميز دائما قناة الراي من خلال هذا الأسبوع. إن شاء الله يكون أسبوع حافل بمزيد من المسجدات الرياضية والمضامين الرياضية بإذن الله. إن شاء الله يعني مستقبلا في الأسبوع القادم إن شاء الله راح تكون هناك إن شاء الله يوم 12/1 راح تكون انطلاقة الانتخابات الأندية، راح يكون إن شاء الله بإذن الله لها مضمون خاص إن شاء الله خلال الحلقات القادمة بإذن الله. اليوم راح نتكلم عن كثير من المواضيع من ضمنها كأس الاتحاد، البطولة التنشيطية والمباريات، وبالإضافة إلى مباريات كأس أمم آسيا والظهور الأول منتخب العراقي، وأيضا الظهور الأول منتخب السعودي والفوز الكبير صراحة، يعني اطمئنان كامل بالنسبة للمنتخبات الخليجية والعربية المرشحة بقوة لنيل هذا اللقب. باسمكم مشاهدينا رحب بضيوف المتواجدين معي، محلل 18 أخوي العزيز بدر حجي، حياك الله أبو فهد. الله يحييك أبو خالد. مرحبا. يا هلا يا هلا أبو خالد. ترى ماني زعلان على ريال مدريد عادي. وأنا كذلك معك ماني زعلان، بس في قصة. إيش نسوي؟ لا حول ولا قوة. لا بس يرجع إن شاء الله يرجع. أحس فيك قصة. رحب بالإعلام السعودي الحبيب الغالي فهد الجلعودي، حياك الله بعد راسي. وبسيف الله يحييك، مبروك الفوز اليوم. الله يبارك فيك والحمد لله على الفوز، ووجهك خير علينا يا بعد راسي. سعيد بهالوجيه الطيبة، وفي انتظر منشيتات أبو رضا. يستاهلوا يستاهل، والأخضر يستاهل يا أبو رضا. عز الله يستاهل. رحب بصاحب ابتسامة الجميلة دائما والأنيق روحا وشكلا، الله يحفظك صالح الجنفاوي. الله يحفظك يا أبو خالد. أنا مسي عليك وعلى أخواني الموجودين وعلى المشاهدين الكرام، ودائما طلعتك جميلة يا أبو خالد. وأنا أحب أني أبارك للجماهير السعودية والاتحاد السعودي على هذا الفوز، وكذلك أبارك المنتخب العراق على فوزه على فيتنام، وعسى الله يوفقهم يعني، ونشوف حظوظ المنتخبات العربية والخليجية أبو خالد في الأدوار النهائية إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله يشوفهم دائما في الأدوار القادمة بإذن الله، يتخطون دوري المجموعات بإذن الله بأفضلية أكبر. رحب أيضا بضيفنا الرابع العزيز عايد الرضان. رضان مساء الخير. مساء الخير وعز الله شانك ومقدارك. الله يحفظك الغالي. ولأقصرهم بالحاضرين بالثمنتعش، ورحب بهم خلف الشاشة، نقول إن شاء الله يستمتعون بأجواء رياضية كما استمتعنا اليوم بكأس آسيا 2019. بردان شكلك. إيه والله بردان. هل مربع عنية دخلت علينا وتخبر اليوم أنا متلبشن. أبد ما ينفع وياها إلا تلبشن صراحة. أشوفك يلا تلبشن. إيه والله يعني تقول متحنط. ونهديهم هالمانشيت الأول طبعا بكأس الاتحاد التنشيطي، وصراحة أنا شفت مباراة الكويت والنصر كانت مستوى راقي صراحة، من أفضل المباريات خاصة من دوري فيفا أو كأس الاتحاد. كأس الاتحاد أقول فيه العميد بالعدوى كامل العتاد يهزم العنابي كالمعتاد. أما ما هو خاص بكأس آسيا 2019 إيه هات إيه، وطبعا تحية كبيرة للأخضر السعودي. استاهله إيه والله استاهله. ألف تيل وبا هبري نجوم تلألأت بسماء دار زايد، والأخضر السعودي لآسيا 2019 قائد بإذن الله إن شاء الله، وإن شاء الله إلى آخر المشوار بإذن الله إن شاء الله. دام أنك ذكرت البطولة التنشيطية ومباراة الكويت والنصر، طبعا المباراة هذه شهدت إصابة للاعب منتخبنا الوطني ولاعب نادي الكويت فيصل زايد، يا رب نتمنى له السلامة إن شاء الله. لكن تفاصيل الإصابة يعني لغاية الآن ما حد أعلن عنها، حتى نادي الكويت بشكل رسمي لم يعلن عن مدى إصابته، لكن إحنا يا رب إن شاء الله تكون بإصابة طفيفة إن شاء الله، وبإذن الله إن شاء الله يرجع مثل أول وأكثر إن شاء الله. نأخذ هالفاصل ورد نكمل معاكم في مضمون هذه الحلقة، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذا نبدأ معكم في مضمون الأول، وهو طبعا مباريات كأس الاتحاد لكرة القدم. اليوم قيمت أكثر مباراة، نتائجها كالتالي: الكويت يفوز على النصر بهدفين مقابل هدف، الساحل يفوز على العربي بهدف دون رد، الشباب يفوز على خيطان بسبعة أهداف دون رد، القادسية يفوز على اليرموك بهدفين مقابل هدف. يعني اللي لاحظ المباراة
أو مجمل المباريات وخاصة فيما يتعلق في نادي الكويت ونادي القادسية، وجد أن في مجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين. يعني هل أبو فهد هل تشوف القادسية والكويت قاعد يحضرون حق كأس سمو ولي العهد، أم أن في جانب آخر في الجهاز الفني يبي يوصل له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشوف هذه طبعاً هذا رأي شخصي، أن هذا في خطأ. ليش؟ أن هاي بطولة تنشيطية تتكلم عن خاصة اللاعبين اللي احنا نتكلم عن اللاعبين اللي ما تشارك. ليش؟ أن هي ما فيها لائحة حقيقة من الاتحاد الكويتي فيها ضوابط علشان أنت تمنع الأندية من هذا الجانب وتحمي الجانب الثاني اللي هو اللاعب. طبعاً لما نتكلم عن لاعب تحت 20 سنة أو اللاعب اللي ما يشارك أو تتكلم عن تجربة بعض اللاعبين المحترفين، لو كان هذا موجود صح، لكن اليوم أنت تتكلم عن بطولة ما لها ضوابط في هذا الجانب. فالأندية لها أحرار في هذا الجانب. أنا برأيي الشخصي لو كنت ماسك النادي، يعني أول شيء أعطي الفرصة اللي قلت لك عنها حق لاعبين تحت 20 سنة بالإضافة إلى لاعبين اللي ما لعبوا بالموسم. ليش؟ إن هني لازم تبرز لك لاعب، تبرز لك لاعب آخر. ليش؟ ليش؟ إن أنت عندك موسم طويل وكذلك عندك منتخبات. ممكن عندك لاعب ما شارك وهو لاعب زين، لكن لازم تعطي فرصة. لكن أنت تلعب نفس الفريق، اليوم أنت تفضلت قبل شوي إصابة فيصل زايد، لاعب مهم في نادي الكويت اليوم. صحيح. ليش ألعب فيصل زايد؟ خلاص هو ثابت نفسه. فيصل لو تلعب الحين خلاص هو سن نضوج، هذا عمره 27 سنة 28 سنة، بس تلعبه خلاص هو عارف شنو يبي، عارف شنو يسوي داخل الملعب. لكن يجب أن تعطي فرص حق لاعبين آخرين. أنا هذا رأيي الشخصي طبعاً في هذه البطولة. والمحترفين ما يشملهم هذا الكلام اللي قاعد تقوله؟ المحترفين اللي مثلاً في تبديل بعض المحترفين، مثل اليوم أنت تتكلم عن عصام العدوى، لاعب محترف نادي الكويت، اليوم لاعب أنت أتيت فيه، فما يخالف أعطيه ممكن فرصة. ليش؟ إنه هني يجب أن تعطي فرصة. شوف مستواه. لا، ويدخل في أجواء الفريق. لازم يدخل في أجواء الفريق. لكن انت تلعب مباريات، تلعب في الفريق الاساسي، فريق بعدين انت تقول والله انا عندي مشكله فيها الارهاق، خاصه الارهاق. واليوم احنا نادي الكويت نعول في امور كثيره، خاصه على البطوله الاسيويه. صحيح. ما نحتاج ان في اصابات، خاصه لما تتكلم عن نجوم بعض اللاعبين اللي ما تلقى لهم، يعني خاصه لما تتكلم عن فيصل. اليوم فيصل من اللاعبين اللي بصراحه بدا ينضج بشكل مميز بالفتره الاخيره. طيب صالح الجنفاوي، يعني بثامر على نفس الجزئية هذه، يعني هل الكويت والقادسية محتاجين أن يلعبون بالتشكيل الأساسي؟ شوف أنا ما أبو خالد، ولا فعلا تفكيرهم الآن تحضير حق كأس ولي العهد؟ شوف القادسية والكويت يعني فريقين، يعني استثناء هذه البطولة عندهم وفرة لاعبين. أبو خالد الجهاز الفني ما عنده القدرة أنه يصعد من العشرين وفريق الشباب اللي هو 17، لسبب لأن عندهم وفرة لاعبين، عندهم محترفين، عندهم لاعبين لا يمكن اليوم أقعد بالبنش لاعبين أساسيين، اليوم أقعد مباراتين أو أسبوعين ما يلعب مباراة، فمن الصعب. أنت بالمقابل تقول لي أن اللاعب، يعني الفرق الثانية هي اللي ممكن أنها تستفيد أو تستعين بلاعبين الشباب، لان انا اقول لك يعني ممكن اقول لك انا اجرب، ممكن يكون حظوظ اللاعب بصراحه، يعني لاعبين العشرين او الشباب ممكن انه نفس كلام بدر انه ممكن انه يكون دافع حق الفريق الاول. لكن بتتكلم على الكويت والقادسيه بالذات، هذول الفريقين انا ما الومهم بصراحه، لسبب وفره اللاعبين اللي عندهم، البنش يحتاج له اكثر عدد مباريات، لاعبين الاساسيين اكثر عدد مباريات، فانا ما الومهم يخوضون هذه المباريات. حتى نقول تشكيلة القادسية والكويت خاصة في هذه البطولة شبه أساسيين الموجودين، إذا ما كان بادي في الأساسي اللاعب الأساسي يكون ممكن إنه نفس ما أشرك فيصل زايد ونتحمد له بالسلامة إنه يكون لاعب بديل، لأن ما تلوم الجهاز الفني إنك تقعد فيصل زايد أسبوعين ما يلعب كرة، حسين حاكم ما يلعب كرة، أحمد الظفيري ما يلعب كرة أسبوعين، جمعة سعيد كذلك. أنا أعتقد هالفريقين يعني هم استثناء في هذه البطولة، بالعكس حق مشروع انهم يشاركون حتى لاعبين الاساسيين، لان هم مقبلين اول شيء على مباراه نهائيه، مباراه نهائيه. الكويت عنده مشاركه خارجيه، القادسيه عنده مشاركه خارجيه، فما عنده الوقت انه يسعى في صعد لاعبين الناشئين او الشباب. لكن بالمقابل الفرق الثانيه ممكن انها تستفيد، واللي استفاد انا بوجهه نظري اللي اشوفه من الفرق ال14 نادي هو الجهره اللي استفاد في تصعيده اللاعبين الشباب
ولاعبين تحت 20 سنه صعدنا 12 لاعب ابو خالد، وهذه جراه من احمد عبد الكريم، والحمد لله الفريق يعني شفنا انه في عناصر بصراحه واعده لنادي الجهره، والدليل ثالث جوله ومتصدر الجهره وباكر لعبه ويا كاظمه. انا اعتقد هذه خطوه ايجابيه استفاد منها الجهره بالذات، هذه الجزئيه اللي يتكلم كذلك العربي اللي اعلن قبل البطوله رغم الخسائر، ونشوف ان الخسائر وفريق العربي بعيد عن المنافسه في هذه البطوله، لكن شفنا العربي عنده بصمه وعنده الجراه في انه يشارك اللاعبين الشباب والناشئين. برضان يعني مجملا يعني انت شاهدت اليوم يمكن كذا مباراه، لكن يمكن تركيزك على كان لان هي المنقوله الكويت والنصر والمنقوله الثاني العربي بس بشكل عام يعني يعني الكلام اللي الان سمعنا وجهتين نظر مختلفات، يعني بدر ابو فهد بدر حجي قال يعني انه مفروض ان يجرب لاعبين جدد او اللاعبين اللي ما اخذوا فرصتهم، اخوي صالح الجنفاوي يقول لا نعطي فرصه لياقه المباريات امامهم مستحقات كامله. كيف تراها انت الان في ظل الان في اصابه لاعب مؤثر يعني بنادي الكويت مثل فيصل زايد؟ هذه قضاء وقدر يعني، اصابه فيصل زايد قضاء وقدر يعني ما نحكم عليها، وانا اشوف راح اخلط بين الاثنين صراحه، وكل راي ابو فهد صح وراي ابو ثامر صح ترى، بس يختلف من نادي النادي. مثل نادي القادسيه ونادي الكويت هذيلا عندهم مواهب يعني مواهب اثبتت وجودها من خلال المواسم السابقة، طيب. ولازم تعطى الفرصة لتلعب أكثر لأنها ما شاركت بدوري فيفا أو شاركت في شغلات قليلة يعني خاصة مثلا طلال جازع طراروة الفاضل الصانع هذيلا ما شاركوا واجد في مع نادي الكويت، فهذه فرصة أنهم يأخذون مثل ما تقول أنهم يلعبون مباريات أكثر ويتعودون على الأجواء، بالإضافة إلى الهدف الأسمى اللي هو تحضيرا إلى كأس السمو ولي العهد يوم 28 إن شاء الله نهائي، هم لازم يلعبون مثل جمعة سعيد لازم يمارس كرة، المحترف اليوم هذا العدوى كلهم لازم يعني يتعودون على اللعب. ها أضف إلى ذلك أن الأندية الثانية هي تكتشف مواهب مدفونة، مثلا الجهرة يكتشف المواهب المدفونة عنده حتى النصر اليوم ممتع اليوم النصر صراحة وبادل أكثر من اسم نعم لعب. أنا عندي عجبني واحد اسمه محمد دحام لاعب ولا يعلى عليه صراحة وإن شاء الله يأخذ فرصته في الأيام المقبلة. عبد الرحمن سعد القولشي محمد عبد الهادي أثبت وجوده بس اليوم هم بعد حمود عايض في لاعب شمان اسمه بن خالد شمان هذا موجود من زمان محمود عايض عاد الى مستواه صحيح وان شاء الله نشوف فواز مشعل هم يعود الى مستواه. انا اقول لك هذه الانديه تكتشف مشعل فواز هذه انت تكتشف المواهب المدفونه، اما الانديه هذيك الكبيره فهي عندها مواهب اثبتت جدارتها ولازم تاخذ فرصتها واللعب اكثر لانها ما لعبت دوري فيفا اكثر. طيب ابو فهد يعني اليوم المحترف الجديد نادي الكويت عصام العدوى شفناه في مركز قلب مدافع، هل تشوف نادي الكويت فعلا محتاجه في هالمركز ام انه مركز كمحور ولاعب وسط؟ لا شوف يعني هو يشوف او انه والله المدرب يبي يشوفه هني ويبي يشوفه هني في هالمركز وهالمركز، يعني المدرب يعطي فرصه انه يشوفه في كذا مركز، اذا شافه في المركز اللي هو يحتاجه فيه خاصه لما نتكلم اليوم عن نادي الكويت وين يحتاج اليوم نادي الكويت؟ اليوم يحتاج مهاجم يعني ما يحتاج تتكلم عن مركز الدفاع، اليوم يحتاج المهاجم الصريح ليش ان اليوم انت شلت لاعب مهم كان وهداف الفريق، فاليوم انت لما تأتي بهداف كذلك يعني بدل صابر خليفة اليوم انت محتاج هداف. والنادي الكويت يعني سبق خاصة فترات الانتقالية دائما يبدل في فترات الشتوية ترى العام باتريك فابيانو الأخبار اللي الحين اللي من نادي الكويت نعم. أنه في مهاجم برازيلي رأس حربة قادم من الدوري البرازيلي من فرق الدوري الممتاز. طبعا نادي الكويت ما ينظر له في الدوري الكويتي، ينظر للبطولة الأسيوية القادمة، ليش أن أنت اليوم في البطولات الأسيوية للأندية ما عادت مثل ما كانت في السابق صحيح. يعني اليوم كل أمر تطور، حتى اليوم قاعد نشوف في البطولات كأس آسيا الأمر كله تطور، ما عادت مثل ما كانت في السابق. اليوم تشوف 24 فريق في آسيا، كانت من 1980 كانت 10 فرق، اليوم 24 فريق
اليوم حتى اليمن كانت له فرصه، منتخبات عديده، فيتنام تشوفها وتشوف الفلبين وتشوف تايلاند وتشوف الهند، هذيلا كنا نشوفهم بنسبه ضعيفه جدا، لكن اليوم اتيت في فرصه، اعطيت تحت فرصه كبيره حق المنتخبات. صحيح. اليوم كذلك انت عندك في الانديه اليوم لما اتي وتناطح وتوصل، واحنا بصراحه فاقدينها صرنا فتره طويله، خاصه بطولات الدوري الانديه الاسيويه ابطال الدوري، هذه احنا فقدناها فتره طويله، واليوم محتاجين ان نعود لها مره اخرى. طيب على هالجزئيه الجلعودي، الان الكويت نادي الكويت داش في تصفيات ابطال اسيا، القادسيه مستعد بشكل كبير حق كاس الاتحاد الاسيوي، كيف ترى معطيات الفريقين يعني وجاهزيتهم يعني حظوظهم من خلال متابعتك لهم هذا الموسم؟ شوف طبعا اكيد انا متوقع ان لهم حظوظ كبيره، نادي الكويت يعني يمكن قبل سنتين كان لو يدخل بطولة الاسيوية انا كنت اتوقع انه راح يقدم مستوى كبير، اتوقع الان نادي القادسية ونادي الكويت في قمة الجاهزية لدخول البطولة الاسيوية هذه، وطبعا هم متمرسين بالبطولة هذه ومحققين فيها انجازات، يعني مي قريب عليهم البطولة هذه، فاتوقع ان شاء الله يعني من خلال القادسية والكويت البطولة الآسيوية لهم إن شاء الله أنها يعني راح يقدمون فيها يرفعون اسم الكويت، وطبعاً هم الحين تفكيرهم دائماً بالمباراة النهائية اللي طبعاً أنا بالنسبة لي أنا أتمنى التوفيق لنادي الكويت فيها، مع احترام النادي القادسية وحبي النادي القادسية، بس أتمنى إن شاء الله الأبيض يأخذ حق البطولة. كويتاوي أنت ولا قدساوي؟ كويتاوي أنا. من حقك. إيه وأتمنى له وقادر عليه، وإن شاء الله بعد نشوف مباراة تليق باسم الكره الكويتيه، لكن التوفيق نادي الكويت العام كنت قدساوي. اي كنا قبل العام كنت اتمنى القادسيه يفوز بالكاس. هات لي اسال ابو رضا. لا والله انا اللي اعرفه ان كويتاوي متعصب. لا وهات لي مقطع انا يعني مع يعني احترام نادي القادسيه نادي اسم كبير وواحد يتشرف انه يشجعه، لكن هات لي مقطع انا تكلمت او في الاخوان يقولون في مقطع لك ان انت قلت قدساوي. تفضل خلهم يقدمونه وابد تحداهم يطلعونه مني باكر عقب باكر من هنا شهر. لا هو قال نصراوي بعد هو صح كنا قال نصراوي مره من المرات. انا اشوف اللعبه الحلوه اللي يزيد اللي يزيد اللي يزيد مباراه كاس سمو ولي العهد حلاوه نعم واهميه هي تطبيق الفار، واللي اعتمد الاتحاد الكويتي ان شاء الله في المباراه النهائيه راح يطبق الفار في هذه المباراه، لا يكون نفس والعداله موجوده باذن الله، بس لا يكون فار ريال مدريد وذاك ريال الفيران يعني انت تنوع بالعكس. الفار شوف الفار في ناس في مطالبات انها يعني الفار الحين يا اخي من المباريات اللي نشوفها في الدوري الاوروبي ودوري الاسباني ودوري قاعد نشوف العمليه ما ادري شلون صايره مزاجية. يعني بكيف من اللي ما ادري يعني الحكم المفروض انا اقول لك اياها القرار للحكم نفسه، الحكم المباراه حكم الساحه. لا. يعني انا اقول لك صارت حادثه في مباراه التعاون والهلال، لعيبه التعاون طلبوا من الحكم انه يذهب للفار ورفض، قال له هذا حق من حقوقي انا اعرف متى لا بس انا يمكن على الجزئيه هذه اكيد عفوا بو سيف الجزئيه هذه ترى في يعني في حكام مختصين على الفار. طيب لانه يكون في يكلم الحكم الساحه إيه؟ في هذه الجزئيه ترى مو اي حكم بس مو شرط ترجع له لانه قاعد ياخذ إيه؟ عليها دورات ومختصين بهذا الشيء. صار لا يا ابو لا لحظه ينبه الحكم نبه الحكم ممكن ينبه الحكم الامر القرار النهائي عند منو؟ عند الحكم حكم الساحه وهو يرجع يقول لك خلاص انا في حادثه صارت مو يعني حادثه طلبوا منه قال لا ما اروح. ترى في حكام اوروبا يعني عاده ما يحب يطلع نفسه غلطان عند الكبر هذا يقول لك انا ما اطلع نفسي هذا الحكم الواثق هذا ما له حل كل حكم يحكم مباراه ابو خالد وهو عنده ثقه بنفسه، لكن اليوم لما هي الاخطاء جزء من اللعبه حتى ساعات انه ممكن انه يرد للفار ويشوف ممكن انها ضربه جزاء ممكن ما يحتسبها ضربه جزاء ممكن يمشي اللعب. بكاس العالم كانت شفافيه وايد يعني بصراحه وكانت واضحه والحكم كان يوقف وايد على الاخطاء. نعم مرات تكون صايبه مرات تكون مو صحيحه بس نجحت كاس العالم بس كان في ظلم لا نجحت كاس العالم رغم وجود الفار الا كان في ظلم بس النسبه ايش كثر نسبه ضعيفه ما كانت النسبه كبيره منتخب المغرب منتخب ظلم
ما يخالف بوجود الفار. بس تدري شنو؟ نتكلم عن نسبة، ما هي النسبة العالية اللي نتكلم عنها؟ في نسب لكن نسب ضعيفة. قلت. لكن أنا لما أنا أعطي الحكم هني كل شيء معناته أنه ما يعني أنا بس أسأل. نعم. يعني أنت كلامك صح. نعم. الكباتن يقول قللت. إيه؟ نعم. زين دام من الأمر النهائي الأول والنهائي عند الحكم. إيه؟ طيب الحكم كيفه حتى لو كان في غلط والفار شافوه إيه؟ وان الخطا واضح الحكم بالنهايه يقول بس أنا جاوبكم أيوة بس احنا انا شفت في مباريات كثيره حتى في كاس العالم دائما الحكم يسمع لهم ومن ثم هو ينتقل إيه؟ للمكان صح معناته ان في تعاون بين الاثنين في تواصل يعني انا حكم وانت حكم عرفت شلون وانا في لا ابو فهد نعم. تدري شنو انت تقول لي مثلا الغرار الفار عامل مساند للحكم بس طيب. بس إيه يعني عامل مساند جايبينه مو يفصل الحكم يفصل عامل مساند يمكن يشك الحكم انا والله بديت اشك انك حكم لا والله هذه هي يعني شوف لا ابو خالد عامل مساند للحكم بس والقرار الاخير للحكم القرار انت تقول لي صارت مثلا صرت بس هذه تقنيه وضعت حتى تحقق العداله اي نعم ترسخ العداله واحد نعم واحد اثنين تمحي الاخطاء البشريه اللي كانت في الحكام إيه؟ صح وانا غلطان لا ما تقدر لا ما تمحي ما تقدر تمحي تخلي البشر يخطئ ها تدري منو خلنا اقول لك الحين ليش القرار الاخير عند الحكم إيه؟ هو الحكم حتى لو يروح يشوفه مو مقتنع فيها ما يرد على الفار قراره حتى لو يشوف يعني ما يكابر ما يبيش ما يكابر ممكن هذا هو عاد المكابره ما راح اذا كابر هو يتحمل نتيجه قراره اللي اتخذه يتحمله هو زين ليش ما يرجع ليش يكابر ما يكابر ايش دراه زين بس اسال مو قال قراره ايه؟ ليش ما يروح يتاكد راح تاكد هو راح لا بعضهم ما راحوا بعضهم يكابرون لان هذا لان هو يتحمل نتيجه قراره يتحمل شوف احنا الشركه الاتحاد تعاقد مع هي ترى شركه مو اي مو فوفا ميديا برو هذه هي المسؤولة عن 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 تقنية الفار طبعا عند الشركة لازم تكون معتمدة من الفيفا والحكام معتمدين وعندهم ليس الرخصة عشان يزاولون هذه المهمة الشرط الأساسي بعد إن موافقة الفريقين لازم نادي الكويت يوافق ولازم نادي القادسية يوافق إذا واحد منهم ما وافق ما تطبق تقنية الفار وهذه إن شاء الله نقول إحنا راح تخفف بنسبة كبيرة من الأخطاء ونوصل إلى ننشد العدالة إحنا بإذن الله إن شاء الله خاصة وهي حقيقة يعني هي مو بس علشان فاول هي أنا أشوفها في أمر ضروري بعض اللاعبين ممكن يضرب الكوع عرفت شلون والحكم ما يشوفها صح لكن يشوفها حكم الرابع مثلا نعم. على سبيل المثال صارت ويطلبها مرة أخرى علشان يوقف علشان أنت تتابع الأحداث اللي تصير بعض المرات مو شرط أنه هدف صح. أو لقيت ركلة جزاء لا هي. مرات تكون في هذه الأحداث لش إن هذه الأحداث اليوم أمر مهم صح. في بعض اللاعبين اليوم قام يستخدم أدوات سيئة داخل الملعب يعني يستخدم المرفق بشكل خطر على بعض اللاعبين وشاهدناها كثير صح. حقيقة فبعض اللاعبين بصراحة يطلع في تهور فهذا أمر أنا أشوفه أمر مهم جدا خاصة في إصابة اللاعب والحفاظ على سلامة اللاعبين نعم. نعم. هذا أهم شيء فكرة الفار فكرة يعني صراحة جميلة أصلا نعم. تأخرت أنا أشوف أنها تأخرت في التطبيق. إيه نعم كانت يعني كانت اتمناها تأتي من يعني من تطورات الرياضة صارت. تطورات تغيرت بطولات. وعلى فكرة نعم. وعلى فكرة. تغيرت بطولات وأنت عارف الموضوع عندك. اسمع المايك معاك يا. قصدك على الأزرق برمضان. الأزرق. ما قلنا شيء. خلاص شتتك ابن حرام. لا شتتنا يا أخي. قصدك واضح. والله أجيبك بهبري ترى. بس أنا بسألك سؤال بس. هلا حتى الفار خربت متعة اللاعب هو يسجل هدف ممتاز خلها تمتع خلها تخرب يعني حتى فرحته متأخرة ما لها طعم انت لحظة دقيقة انت تبي عدالة ولا تبي متعة تغليلة مو متعة بعد كاملة متعة موجودة عدالة ومتعة ما يصير عدالة ومتعة ما يصير شو ما يصير ما يصير ابو خالد لازم تجيب هذا الجهاز اللي حطوه ابو خالد بعض المتعة قاعد يعطيك عدالة في قرارات كثيرة لحظة ما ابي المتعة المتعه انا ولا انه ينظر فريق مو على حساب فريق مو على حساب الفريق شبيه بالمتعه أنا بالعكس انا لما اخذ حقي ترى كل فريق يبي من الحكم حقه نعم. بس ما يبي زود عنه لكن ما ابي المتعه لكن عطني لا تضيع مجهود فريق في مباراه العامل مجهود فريق اتخاذ القرار السليم مهم للفريقين مو كل قرارات الفار فيها عداله
خاصة من الحكم، خاصة من الحكم تقدير الحكم. يا ابو خالد انا بقول لك شغله، تقول متعه وهذا وعداله، الفار يحقق المتعه والعداله، هذا هو. شوف انت بعد لما يكون يلجا الى الفار، شوف تصرفات اللاعبين بعد لما يحسبها هدف، وشوف تصرفات الجماهير شلون تدب الحياه في الجماهير وفي اللاعبين ويفرحون فرحه عارمه. ابو رضوان ابزيد شغله على الفار. ترى مثلا فريق الف فريق باء، الفار انصف فريق باء، ترى مو بس فريق باء اللي انصفه، جميع الفرق. نعم يعني تدري الان، تدري عندنا بالدوري الاولى، دوري السعودي الدرجه الاولى، الان يطالبون فيه ان شاء الله راح يطبق بالدوري الاولى المراحل الحاسمه، تعرف فيها صعود، فيها عمل موسم كامل. صحيح. فالان ممكن راح يطبق عندنا بالدوري الاولى، مو بالدوري السعودي الحاسمه، المباريات الحاسمه الجولات الاخيره. سؤال وهذه لانها سؤال واحد ابو فهد. نعم. فهد وجدت تقنية الفار، تقنية الفيديو لمساعدة الحكم. نعم. لمسح الأخطاء. صحيح صحيح. نعم. مو هذا عنوانها؟ نعم. ليش استمرت الأخطاء؟ ليش الأمر صار بيد الحكم؟ أنا في رأيي الشخصي ما تعطي الإدارة في يد الحكم، لا تعطيها بالإدارة نفسها، خرب المباراة، شتت. لا شوف بروضان، في بعض الحكام احنا ليش عيل خلاص، إذا أعطينا الحكم كل شيء يتجاهل بعض الأمور، يتجاهلها. لا، في امور الامور الكبيره ما يتجاهلها، مستحيل. احنا شاهدنا مباراه الاخيره في ريال مدريد وريال سوسيداد، ايه؟ الحكم تجاهل تجاهل الامر هذا بتاتا، رفض انه يرد، يعني ولا اشعر في هذا الموضوع ان في موجوده تقنيه مثل الدوري الانجليزي، ما في تقنيه. السنه الجايه فيه، السنه الجايه فيه الدوري الانجليزي، خلاص اعلن الحكم هذا. انا ابو فهد اعلن الدوري الانجليزي يتعاقب 200,000 المفروض. اي مو اكيد هذا التعادل الاسيوي ما طبقها في البطوله هذه. لا بالربع النهائي راح تطبق، يفترض انه تبدي بالبطوله هذه بالربع النهائي راح تطبق، المفروض من بدايتها. اقول اي صح، انا ليش ما خلاها من البدايه؟ هذا خطا ادري، بس راح يطبق كاس بطوله اسيا ربع النهائي راح يطبق مفروض. الدوري الانجليزي ابو فهد القاء الموسم، حاولوا ترى الانجليز حاولوا انهم ما يطبقون الفار، رضخوا. لازم الاتحاد الدولي يتدخل في الموضوع. الاتحاد الدولي والفيفا السنه الفتره هذه اختياري، راح يخليه اجباري. طيب بعد سنتين ثلاثه اجباري خلاص، حتى على الانديه والدوريات. موضوع الفار خذ خاصه في البطوله هذه، البحرين بعد مباراتهم امام شقيقهم المنتخب الاماراتي تكلموا واشتكوا على ركله الجزاء احتسبت. يعني لو الفار موجود كان انقذهم. صحيح، بس راح تطبق هي بربع النهائي. عدل كلام لا صحيح. كلامك صح، كلام صحيح. لكن صح. الحكم شاف هذا الشيء انه موجوده لمسه يد كانت موجوده لمسه يد. نعم. هني يضل في رأي قرب المسافة وردة الفعل. نعم. هو القانون، القوانين الجديدة في التحكيم. نعم. اللي قاعد نسمع. بس أبو خالد، أبو فهد قال يعني ما تعطى صلاحية الحكم، تعطي منو اللي صاحب الصلاحية؟ لازم تكون الأثنين. مثلا الحكم لو مشى ممكن هم يقولون وقف بالوايرلس هذا، ليش انها في سماعه يعني هم لا. هم كذا اي هم طبعا عايشين، هم راح انا اشوف شيء تعاون بين المشكله. ابو فهد اللي صار اللي في الغربه ذولي لهم ميول، يا سلام عليك، غير الميول يعني الفريق اللي قدامه. ما في حل. يعني هذا المشهد الحين اللي يشوف ريال مدريد، نعم، صارت في فضيحه بالدوري الاسباني. هذا الفريق زين، احتفلوا في الغرفه هدف على ريال مدريد. ها ما شفت انا، عرفت بوجود الاتحاد والفيديو موجود. الحكام نفسهم احتفلوا اللي موجودين في الغرفه، اللي بالغرفه. ابو خالد، ابو خالد التقني المسؤولين عن الفار بالسياره، تدري منو اللي على لجنه الفار؟ هم حكام بعد، بشر هم، بشر اللي ماسكين هذا، هم بشر لهم ميولهم لهم نظرتهم. بس يقول ابو خالد احتفلوا. إيه صحيح صحيح. شلون يحتفل؟ هذا غلط. أنا أعتقد أنا أقول لك الفار ما يمحى يقلل الأخطاء. الاتحاد الإسباني أكيد راح يعاقب. راح ندش موضوع هذه التقنية اللي إحنا نتمنى إن شاء الله أن تضع يعني فكرة جميلة العدل. يعني بس فقط فكرة جميلة وتأخر يعني ظلم مستمر في كرة القدم، دام أنه في حكم في أخطاء بشرية هذه واردة، لكن دام أن التقنية موجودة والحكم ما يلجأ لها، هذه في إنه هني. صح. هذه في إنه شوي، وش الفائدة منها؟ يعني إذا هالتقنية موجودة والحكم بيد القرار إنه ألجأ لها أو ما ألجأ لها، طيب إيش حقة تحطها من الأساس؟ شيلها من الفائدة وخلاص، إيش حقة تحطها؟ ناخذ فاصل ورد نكمل عن بطولة كأس الاتحاد. والله أخذ وقت هالتقنية. هي المهمة. والله نسينا الأخيرة هي شوية ذبحتها. الفار هذا ريال مدريد عبرون.
حياكم الله مشاهدينا، نروح لمحور ثاني. طبعا مباراة كأس أمم آسيا، وطبعا الظهور الأول المنتخب السعودي الشقيق فوز كبير على فريق متمرس وكوريا الشمالية برباعية نظيفة. كثير من الكلام يعني اللي نسمع من الصحافة أو المجال الإعلامي في المملكة العربية السعودية، المجال الرياضي، يعني انتقادات كبيرة على المدرب خلال الفترة الماضية، لكن مجملا ما شاهدنا اليوم في الظهور الأول ظهور فني، مستوى فني جيد جدا، عطى طمانينة كبيرة للشارع الرياضي السعودي والخليجي عن جاهزية المنتخب السعودي للمنافسة على اللقب. جلودي أبو خالد، شوف أنا اليوم يعني منتخبنا صدق أدخل لنا الفرح والطمأنينة، وهذا شيء مهم أن تطمن عليه. ترى المنتخب يعني المنتخب السعودي دائما بالبدايات إذا يعني فاز بنتيجة كبيرة وقدم مستوى بالمباراة الافتتاحية بفضل الله يعني يتقدم للأمام. اليوم حنا منتخبنا يعني من زمان ما شفت منتخب السعودي بالصورة هذه، اللعب كمنظومة واحدة ما فيه النجم الواحد، هذه صراحة الصورة هذه من زمان ما شفناها بالمنتخب السعودي. منتخبنا اليوم لعب كله كمنظومة واحدة، الكل يلعب كمجموعة، الاحتياط مع اللاعبين الأساسيين. يعني اليوم صراحة أنا منتخب السعودي أنا اليوم أعتبر نفسي متطمن جدا له بسبب المباراة هذه. أبو سيف، يعني بالسابق منتخبات السعودية نجد اسم اسمين فارق عن المجموعة، عشان كذي نشوف يعني جل تركيزهم على الاسم اسمين. صحيح. الآن كل اللاعبين 11 لاعب وما عدا كت الاحتياط، ما في لاعب فارق عن الثاني، مستواهم واحد. كلامك صحيح أبو خالد، هذا اللي أنا يعني أنا إن شاء الله إني متفائل فيه، وهذه طبعًا هالأمر هذا يحسب لمنه؟ مدرب. للمدرب. حنا أنا أقول لك الجمهور السعودي مع أن المدرب والله جت انتقادات يعني في المباريات الأخيرة هذه، لكن والله العظيم هذه ظلت الكرة السعودية المدرب هذا، أنا لو الأمر بدي أجدد معاه سنوات طويلة. يعني احنا شفنا استقرار على المدرب مع منتخب ايران، شفنا انه المدرب بعد ما اعطوه الفرصه فتره اطول شفنا انه كون منتخب قوي يعني برتغال. ايه فانا اتمنى يعني اتمنى المدرب بيتزي يستمر مده طويله. مدربنا هذا ترى اسم كبير حتى بالقاره، يعني على مستوى العالم، هذا لقبه تدري ايش اسمه يا ابو خالد؟ لقبه هازم قاهر كريستيانو رونالدو وميسي. تذكر بلنتي ميسي اللي شاتها بالسماء؟ ترى هذا هو كان مدرب تشيلي، وفزنا على فاز على تشيلي، فاز على الارجنتين، بعدها لعب مع منو؟ مع بكاس القارات، وهزم قبل النهائي البرتغال بقياده كريستيانو رونالدو، ترى مدرب بيتزي هو المدرب. فالمدرب هذا عمل توليفه، حتى اللعيبه يحبونه. انا اتمنى بس ان شاء الله ان المنتخب يستمر بهالصوره الجميله باذن الله، وان شاء الله انه يعني انا متفائل فيه اصلا قبل المباراه هذه، لكن اليوم زاد الطمانينه. انا بدي اتحرش فيك صراحه. تفضل ابو خالد. يعني يعني المدرب فاز على ميسي وعلى رونالدو خلاص صار مدرب. لا 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 اقول لك مع منتخب ضعيف كان. أي. يعني المنتخب بالنسبه للارجنتين تشيلي مو ضعيف. لا لا بالنسبه للارجنتين في تشيلي فاز على كوبا امريكا على حساب الارجنتين. اي انا يعني قبل بيتزي ما كان يوصل منتخب تشيلي للنهائي وياخذ البطوله، ولعب نهائي كاس القارات. انا اقول لك انه قدم عمل جيد مع تشيلي، مع منتخب مو هو يعني المنتخب الكبير، وقدم مستوى معاهم، اخذ بطوله كوبا امريكا ووصل نهائي كاس القارات. طيب. المدرب فالمدربنا هذا يعني احنا قوتنا، انا اشوف البطوله هذه بوجود هالمدرب هذا. بخصوص هالمدرب هذا ابو فهد، يعني كثير من الإعلام السعودي تكلم أن غياب سلمان الفرج سيؤثر بشكل كبير على المنتخب السعودي، لكن اللي شفناه اليوم أكثر انتشار، تبادل أدوار بين اللاعبين، ضغط في العمق، ضغط بالأطراف، صحيح، يعني سرعة الرتم للمنتخب السعودي، كل هالمعطيات يعني صراحة يحسب للمدرب واللاعب. لا شك هي أدوات، واليوم لما نتكلم عن المدرب بيتزي، مدرب طبعا ارجنتيني، اليوم تتكلم عن ادوات كانت عام يعني معمول لها من سابق. لما احنا نتكلم عن المنتخب السعودي ما نشوف المنتخب السعودي بس، اليوم المنتخب السعودي مباراته الاخيره في كاس العالم امام المنتخب المصري، نعم هو منتخب مصري من افضل المنتخبات كان على افريقيا، وما اخذ البطولات الافريقيه الاخيره. اليوم المنتخب السعودي فاز على المنتخب المصري 2-1 بمستوى نتيجه، في مستوى نتيجه استحواذ يعني صح. المباراه الاولى امام المنتخب الروسي خسر في 5-0،
منتخب السعودي، هذه امور طبيعيه تحدث في بعض المباريات، لكن بعدها مع اورجواي 1-0 تتكلم عن فريق ما تتكلم الأخير. عن لاعبين والاستحواذ للسعوديه. نعم العامل انا اشوف عامل كان جدا مهم للمنتخب السعودي خروج بعض اللاعبين في الدوريات الاوروبيه مثل سالم الدوسري، فهد المولد، ويحيى الشهري، نوح الموسى، وكانوا في ثلاث حراس مرمى مع أوليفر كان طلعوا 15 يوم صح. هذا كله ترى عامل مشترك منذ صار يعني فترة سنة واحدة. لو كان اللاعب السعودي يطلع بهذه الطريقة تأكد اليوم، شوف سالم الدوسري اليوم، سالم الدوسري نضوج، بدأ يلعب اللعب الجماعي، بدأ يظهر نضوج كبير. نعم. أول كان يلعب دائما فردي ويحب اللعب يعني صحيح. يعني يحب يستمتع يستانس، الجماعية موجودة اليوم. اليوم تغير الوضع صحيح. ليش؟ ليش نتعامل منذ فترة مع الجماعية لكن هو كان يلعب الفردي، اليوم تغير الوضع. ليش؟ إنه بدأ ينضج هذا اللاعب. الفهد المولد كذلك صحيح إن نادي الاتحاد هالسنة ما هو نادي الاتحاد مكسور فهد المولد، لكن تلقاه مع المنتخب السعودي آخر. اليوم اللي تفضلتوا فيه بدأ المنتخب السعودي يلعب للجماعية ويترك بعض الفرديات من بعض اللاعبين، فهذا المنتخب السعودي اللي نعرفه. وتأكد المنتخب السعودي لابد أنت اليوم تلعب مع المنتخب، تلعب في كمدرب للمنتخب السعودي، أنت الجهاز الفني لابد لك من الانتقادات. ليش؟ إن الجمهور السعودي والصحفي السعودي لا يمكن يرحم أي مدرب يكون موجود. كم سنة صار بتسوي الحين معكم؟ من قبل كأس العالم يمكن بأربع شهور. يعني الحين يعني توتال كم يعني؟ سنة سنة. ما كمل سنة. إيه ما كمل سنة. طيب إيش اللي بتقول عشان بروح؟ إيه بس أنا أقول لك من مباراة الأورجواي زين حتى مباراة اليوم كوريا الشمالية لعبنا 10 مباريات. كل المباريات الا مباراه البرازيل كلها احنا ملك الاستحواذ فيها. ونعرف الاستحواذ يا ابو رمضان الاستحواذ عندك. لا اذا سالفت على الاستحواذ عندك. لا لا بس لا لا انا بقول لك الاستحواذ مهم، عامل مهم كره القدم. انت خلينا اقول كلمه، اقول لك انك ملكنا الاستحواذ بعشر مباريات الاخيره مع بيتزي زين. انا سواء مباراه البرازيل انا والله بجيك بسؤال، والله بجيك بسؤال. بيتزي الحين لحظه مدرب المنتخب السعودي الحين كمل على قولة أخونا الجلودي سنة. إحنا عندنا مدربنا الوطني الكرواتي جوزك الحين صار له 3 شهور إلى 5 شهور وما عندنا استحقاق وفترة تجربة، وكل يوم عن يوم طق، اللي طق من فوق واللي طق من تحت واللي يفجر واللي يسوي. حتى المنتخب السعودي نفس الكلام صاحبه بعض الانتقادات رغم أن نتائجه جيدة، بطولات القارات، بطولات كأس العالم نوعا ما. اللي شاف منتخب السعودي الآن استوعب مفهوم الصبر. نعم مفهوم الصبر. تفضل. وإحنا أحوج ما نكون إلى الصبر لأن السعودية ما مرت في اللي إحنا مرينا فيه من إيقاف ظالم على مدى 3 سنوات وتخبطات الاتحادات السابقة. أنا أقولك من باب إرجاع الفضل لأهله، ها؟ مستحيل أن ننكر دور سعادة المستشار تركي آل الشيخ صحيح. اللي قام بهذه التطورات في المملكة العربية السعودية. والله صحيح. خاصة وهو اللي أشرف بنفسه على ذهاب اللاعبين إلى الخارج وزيادة المحترفين والدعم اللامحدود للأندية. الآن نجلينا ثمارها يا أبو. نعم جاينا ثمارها. فضل بعد الله سبحانه وتعالى تركي آل الشيخ. قمنا نجل ثمار. أيوة. مجزي. أيوة. بيتزي ليش بيتزي قام يلعب بيتزي يلا بيتزي على بالي ياكله والله انا صراحه جوعان. وش تعرف ابو عشاوي هذاك اليوم معلق عندنا قال بيتزا. ايه مو مشكله ايطاليا. بعد ان تحرر الارجنتيني المدرب الخبير بيتزي من منظومه الانديه الكبيره وذات التأثير الكبير على تشكيلة المنتخب، وأعني بذلك الأندية الكبار، الصراع بينهم النصر والهلال والاتحاد والأهلي ومن خلفه جماهيرهم التي كادت أن تنسى أن هذا المنتخب السعودي وليس منتخب نادي ولا منتخب فلان وفلان. كانوا تدري من العاب اليوم 4 من الهلال. لا لا اوكي ما عندنا مشكلة في المنتخب هذا، في لاعب من الباطن ومن الحزم ومن الوحدة
وش اللي يضر من الشباب البهبري؟ وش اللي يضر التوليفه هذه اللي اشوف لا جماعيه بهذا الجمال؟ ما كانت موجوده، ما كانت موجوده هذه، لا ما كان موجوده، كانت صراعات كان. وهذا هم يرجع الفضل لتركي آل الشيخ، لانه هو اللي طوع هذه الانديه وخلى وقف عند حدها وخلى المنتخب منتخب المملكه العربيه السعوديه الاخضر السعودي فقط لا غير. وتشوف الابداع صح، وانتهت ظاهره النجم الاوحد. قبل كلهم يتغنون فلان وفلان وفلان وفلان، جماهيرية متعصبة صراحة وأنا ما ألومها، بس إنهم لازم يشعرون أن هذا منتخب المملكة وليس منتخب نادي أو صحيح. منتخب لاعب فلاني ولا هذا. وتشوف السعودية إن شاء الله الجمهور السعودي حديثة، الجمهور السعودي وجمهور كل الأندية يعني بس خلاص عارفين حبهم وتقديرهم وتشجيعهم للمنتخب السعودي. برجع لك بعد راسي بس باخذ اتصال الحين دقيقه بس انا بس اعقب على الفوز هذا. يعني فوز انا اللي اعتبره فوز المنتخب السعودي على كوريا الشماليه هو فوز معنوي وليس اختبار حقيقي بصراحه، لتواضع منتخب كوريا الشماليه شفناه فريق يعني ما مو المستوى. كنت متوقع انه هو متواضع؟ اي متواضع. لحظه قبل اروح، انت لا كنت متوقع ان كوريا الشماليه يظهر بهذا الشكل؟ انا ما تابعت كوريا الشماليه ابو خالد ولا شفناه، شفته المباراه اليوم، لكن فريق واضح انه متواضع جدا. وليش ما قلت ان منتخب السعودي هو من اجبر عشان هو من اجبر كوريا؟ هو من اجبر كوريا في عمل السرعه. انا اقول لك اليوم فرض اسلوب المنتخب السعودي، اقول لك اليوم الفوز فوز معنوي، لكن ما هو اختبار حقيقي. ما هو اختبار حقيقي يا ابو سيف، ما هو اختبار حقيقي على تواضع كوريا الشماليه في هذه الصوره. منتخب كوريا الشماليه للدقيقة 25 ما هجم هجمه واحده. احنا ما سولف عن مباراه اليوم، انا اعتقد ما سولف عن مباراه اليوم، لا احنا سولف على السنه كامله اللي سلم بيزي منتخب السعوديه. انا ما سولف عن اليوم، فرق قويه لحد الان امامه منتخبات قويه، والمنتخب السعودي قوي، واليوم فوزه هو فوز انا اعتبره فوز معنوي وليس اعتبار حقيقي. ما لا يدع للشك ان ابو ثامر من اعداء النجاح. منير خلينا نسولف عن مباراه اليوم، انا عمل سهل سولف، خلينا ننظم نفسنا. منير حياك الله ابو يوسف، اسمه تحيه للجميع. حياك الله يا اخي، عمل سنه تفضل. الله يسلمك. بخصوص بطولة الاتحاد، بطولة الاتحاد أنا أيد كل ما تفضل فيه أبو ثامر. الله يسلم. تفضل فيه أبو ثامر 100% الكلام السليم. نجي على الفار، بالنسبة للفار زين بخصوص شنو بس ذكرنا والله ذكرنا خلي يقول يا جماعة ايش وقته. القادسية والكويت وبقية الأندية بخصوص بطولة كأس الاتحاد 100%. بخصوص الفار والتعديلات، على فكره يعني اللي هو الاتحاد الدولي قاعد يقتل اللعبه، انا من وجهه نظري، وقاعد يقلل شخصيه اللاعب من كثر التعديلات، بدءا من لما بدا عمليه وقف عمليه ارجاع الكره للحارس الى تعديلات في ضربات الجزاء والتسلسل، هذه كلها تعديلات متواليه في فترات قصيره قاعده تقتل متعه اللعبه. وفي سؤال للكابتن بدر حجي، كابتن بدر كمل بيوسف. نعم صوتك يقطع ترى، عيد سؤالك. بالنسبه لسؤال بدر نادي كاظمه، نادي كاظمه انتم الجيل من موسمين او ثلاثه تقريبا كان في عندكم تحرك لتشكيل قائمه للدخول في انتخابات، وبعدين وقفت العمليه. اوكي ترى الامور طيبه، ايش تبي هذه انتخابات؟ اوكي يعني ان في 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 كان بعض اللاعبين ذو الخبره قبل سنتين وكان في تحرك لهم. انا راح اجيك عليها. اخذ خلف الرشيدي، حياك الله يا اخوي خلف. صبحكم الله بخير. يا هلا حياك الله. اتمنى ما حد يقاطعني بس يا جماعه. تفضل طلع اخوي برضان. تفضل الحين تعال بس لك. خلف 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 انت الحين تقول لا حد يقاطعني وبعدين تسال السؤال حق عايد. الله يخليك يا خالد، قول سؤالك حسب الفكرة وانا راح ادون وراح اسالك. نعم. ابشر على الخشم تفضل. قربان تقول لي ان الاتحادات تخبطت الاتحادات السابقه، الحين الاتحاد السابق هو اللي الحين الاتحاد الحالي. لا يا ابو يعني ابو قربان تكفى الله يخليك. خلينا نكمل. الشيخ احمد اليوسف كان رئيس الاتحاد السابق من التخبط. لا لا انا اسولف يا قربان يا قربان يا قربان يا احمد اليوسف قربان قربان الله يخليك. لا يا اسمع كلام ما يخال معايا الله يخليك.
فهو رئيس الاتحاد الحالي. هذا نعم. المنتخب السعودي، منتخب السعودي من زمان هو منتخب بطولات، منتخب منصات تتويج، مو شيء جديد عليه، ولا هو إن يعني مقياس كوريا الشمالية عشان تريد أن تمجد هالدرجة. هو من زمان هو ترى هو التتويج اللي وصل نهائي كأس آسيا أو خذ أبطال. مشكور يا خلف، مشكور. وترى النقطة اللي أنت ذكرتها مو محور كلامنا، يعني إذا صار في محور كلامنا إن شاء الله ابشر يا خلف، ناخذ ونعطي معاك بهالنقطة. حجي أحمد حياك الله. صباحكم الخير. يا هلا هلا بحمد، حجي شلونك؟ حييكم، حي ضيفكم الكريم من المملكة العربية السعودية العزيزة. حياك الله يا أبو أحمد، عزيز وغالي عمرك. كلمة واحدة حق الضيف، إحنا كخليجيين ما نرتاح إلا نشوف السعودية متسيد الكرة الآسيوية والأفريقية والشرق الأوسط. الله يطول عمرك. السعودية على إمكانياتها، على اللاعبين اللي موجودين، المفروض بطل آسيا وأفريقيا وشرق الأوسط. إن شاء الله. إن شاء الله نستغل. وأخواني أنا عندي بس أمس كان لقاء مع حسين شعبان أعتقد، أتكلم عن تقنية الفار. سألوه طيب ليش ما طبقتوها، يعني قال لازم تدريب الحكم يكون أقل شيء 6 مباريات. طيب أنتوا الحين عندكم دورة تنشيطية مالت الاتحاد، يا أخي كان هيئة الحكام من الحين خليتوهم حتى سوت أنتم تعقدين وردي مع الشركة، كان ضبطوا أموركم أساس الحكام يكونوا كل واحد حكم له 6 مباريات ويأخذ لايسن من الاتحاد الدولي. يعني ما في تخطيط صراحة للأسف، ولا في ناس مسؤولين تخطط دورة شقاوة. حط لك حكام الحين حساس تيون بعد شهر شهرين، وشاكرين لكم على الاستماع. في شركة من يشكر أبو أحمد، ترى تقنية الفار يعني الآن أصبحت شركات، يعني شركة منهم فيهم، وفي مبالغ كبيرة تصرف، وحتى انك تدخل تيم كامل في هالتقنيه هذه يحتاج وقت طويل ودورات، يعني ما مو يوم وليله وتعال يعني. لكن الشيء السريع لانك تستعين، تدفع مبلغ وتستعين من هالشركه هذه التقنيه وتطبقها في مباراه او مبارتين او ثلاث حسب حاجتك واللي انت تبي، لكن انك طبقها كنظام كامل بالاتحاد لا، هذا يحتاج موضوع إلى دراسة، ويحتاج إلى فريق عمل كبير، ويحتاج أيضا إلى ميزانية كبيرة حتى يتم طبقه بشكل كبير. ويا أبو خالد هم استعانوا بطاقم أسباني، تحكيم أسباني للساحة واللي قاعدين بالسيارة، وهي عن طريق شركة ميديا برو، لأن الأمر جاء على استعجال. هذين لو بننطر لازم يأخذوا الرخصة من الاتحاد الدولي ويدشون دورات، يعني لا يا شباب. بس دقيقة، تدري كم كاميرا حنا نشوفها بالشاشة؟ كاميرا فوق 40 كاميرا. تدري كم كاميرا؟ أكثر من 60. قول العدد الحين. عشان ما تتعب 50 أو 60. لا أقل. جميع الزوايا. نشأت محمود حياك الله. 60 كاميرا. جميع الزوايا. الله يحييك. هلا بالحبيب. صبح عليك وعلى ضيوفك طبعا. هلا حياك الله. أول شيء نبارك لنشام الأردن فوزهم. يستاهلون. ونبارك للصقور الخضر طبعا فوزهم اليوم على كوريا الشمالية والمنتخب العراقي. ونبارك للنشامة بعد. ايه هو قال اول شيء ان شام حق يستاهلون الله يسلمك. طبعا المنتخب السعودي اليوم يعني كان اداءه جيد، لكن اعتقد لو كان المنافس او الخصم يملك امكانيات اكبر لظهر المنتخب السعودي بوضعيه افضل. يعني اعتقد المباراه القادمه راح يعلى الرتم المنتخب السعودي، لان اعتقد لاعبين جاهزين بدنيا وفنيا، يعني الفريق جاهز. اعتقد مع المباريات الصعبه او الفرق الاقوى راح يكون اداء افضل، وراح تبين قدراتهم ومهاراتهم بشكل افضل. بالنسبه للكابتن عايد رضوان لما قال عن الاتحادات السابقه، انا اقول عشان احقاقا للحق يا ابو رضوان، اذا كانت الاتحادات السابقه يعني كانت عندها اخطاء وهفوات، فالاتحاد الحالي اعتقد او اللجان اللي ضافت هذه من بعد رفع الايقاف، يعني اذا نصفهم أسوأ بكثير منهم. لا اسمح لي هذا ظروف ظروف استثنائيه. مشكور والكل يحارب الاتحاد الحالي قبل الاتحادات السابقه الامور مهيئه وعلى الاخر تمام، وكانوا يفشلون. قال راي ترى يعني لا رد علي انا بس حار نشأت نشمي. احنا طبعا راح ناخذ فاصل سريع وان شاء الله بعد الفاصل راح نتكلم عن مباراة الاردن واستراليا، وايضا الفوز الجميل للاضافة المنتخب الاردني، ايضا فوز منتخب العراق على فيتنام، يعني ايضا فوز كبير بعد الفاصل ان شاء الله. ما ادش لاقين بالاتحادات السابقة هذه.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا احنا استرسنا وفرحنا بفوز المنتخب السعودي في الدور الاول على منتخب كوريا الشماليه باربع اهداف نظيفه. اتمنى ان شاء الله في هالمجموعه يكون يتصدرها بكل جداره باذن الله. ان شاء الله 4-0. في احد بيقول شيء على المباراه هذه قبل نروح مباراه الاردن؟ انا بس انا اكد ان الفوز عشان انا قلت كلمه ان فوز المنتخب السعودي فوز معنوي وليس اختبار حقيقي، مو تقليل من فوز السعوديه، لكن انا اقول لك على مستوى كوريا الشماليه المتواضع هذا كان واضح. بالعكس مبارك لهم، عسى الله يوفقهم وان شاء الله نشوفهم طرف النهائي وياخذون البطوله. لكن هذا كان توضيحي. اليوم كنت اتمنى نشوف المستوى افضل يعني ويكون ندع قوي، وانا اراهن على المنتخب السعودي في حظوظه وصوله النهائي. انا صراحه انا المباراه شفتها مع ابو ثامر، كان يعني يشجع المنتخب السعودي بكل جاء حماس. تهديد مباشر انا اشوفه، لكن احنا يا ابو ثامر احنا ما انا كلامي على الفوز معنوي ادري يعني. انا ما اسولف عن المباراه اليوم انا اشوفه انا عمل من استلم بيتزي كوريا الشماليه. هل هذا مستوى كوريا الشماليه؟ هذا المستوى المتواضع. انا قاعد انا وياك قاعد نشوف المباراه. انت قاعد تعيد نفس الكلام. نرجع نقول مو عن مباراه اليوم، مو عن مباراه اليوم ابو بس قاعد تعيدون نفس الكلام. انت قلت نفس الكلام وهو قال نفس الكلام. وانا ايد كلام اخوي خلف الرشيدي، تاكد اللي قال يعني السعوديه احترموا الفريق اللي امامهم من البطولات. يعني لولا احترام المنتخب السعودي المنتخب الكوري ترى هي من اصعب المباريات البدائيه، خاصة أول مباراة من أصعب المباريات. لو كان فريق سهل ترى طوال مشاركات المنتخب السعودي. نعم. وخاصة يعني يمكن من كأس آسيا 2007 أعتقد. إيه؟ 2007 أول مرة يسجل هدفين في الشوط الأول. المباراة الأولى يعني خلك من الشوط يعني الثاني. من أول كان الشوط الثاني كان في طرد للمنتخب الكوري. طيب. فطبعا أنا لما أنا ينطرد مني لاعب أنا مالي شغل في الفريق الثاني. الفريق الثاني احترم الفريق، منتخب السعودي احترم المنتخب الكوري، صحيح. فلذلك خلاه فريق متواضع. ويا ابو فهد من يتوقع نتيجه الاردن مع استراليا؟ المنتخب الاردني ولعب الاردن انا اعتقد المنتخب اليوم المنتخبات اللي فازت المنتخبات العربيه الاحترام دائما الاحترام، خاصه اول مباراه دائما هي تكون فيها صعوبه. طيب لو يكون منتخب قوي ومنتخب ضعيف، تاكد المنتخبات اليوم تشاهدها متساوية. اليوم فيتنام شاهدنا كوريا الجنوبية مع منتخب الفلبين 1-0، صعوبة بالغة. صعوبة ليش؟ من البداية دائما تكون فيها صعوبة. يعني أنا إذا بنقول عن فوز نقول عن منتخب الأردن، هنا منتخب النشام اللي فازوا على المنتخب الإسرائيلي حامل اللقب. يعني الكل بدأ يتكلم بشكل كبير عن هالمباراة وعن الروح القتالية اللي ظهر فيها المنتخب الأردني. يعني برضان، نعم دائما يقولون في كرة القدم يعني إذا تلعب مع منتخب قوي أو أعلى منك مستوى فني أنت تحتاج إلى مجهود مضاعف، تحتاج إلى تكتيك، تحتاج معقول الروح العالية تعفس هذه الحسبة كلها؟ منتخب النشام دخلوا المباراة على قلب رجل واحد وشفنا أداء ممتع وسيطروا سيطرة تامة على المباراة وفرضوا أسلوبهم على المنتخب الأسترالي، وأنس بن ياسين سجل هدف ولا أروع، وكرة بالعارضة ومن حتى فنيا كانوا زينين، فنيا ولياقيا صراحة، ومن خلفهم جمهور صراحة. المنتخب الأردني أذهل الجميع صراحة في المباراة، وأنا أعتبره هو أهم فوز في هذه المرحلة المنتخب الأردني. في المباريات الأولى كان منتخب على منه على حامل اللقب والمرشح للبطولة منتخب استراليا اللي جاء من كأس العالم، يعني يكفي أنه متأهل كأس العالم والبطل وحامل اللقب، والمنتخب الأردني يفرض سيطرته عليه وبسواعد النشامة. طيب وبن ياسين حقق الفوز وأغلب فوز. أبو فهد، منتخب الأسترالي كان نوعا ما مرتبك. نعم كان واضح الخوف. أنت قلت نقطة أمساء أن المنتخب السعودي يعني احترم خصمه، احترم منافسه بشكل كبير. نعم. حتى في حالة الطرد استمر هذا الاحترام. نعم. ما ألف زيادة. صحيح. بالعكس استمر على نفس النهج. نعم. أنا شفت المنتخب الإيراني، كوريا الجنوبية، الآن استراليا. نعم. اليابان. بداية ركيكة، بداية فيها خوف ربكة. المنتخب الإيراني أنا أعتقد لا، يعني المنتخب الإيراني اليمني ولو كان احنا دائما نقول احتراما للخصم. لو بنجي نشوف منتخب سوريا ومنتخب فلسطين، يعني من يقول المباراة راح تكون بالتعادل؟ صح. رغم أن المنتخب الفلسطيني طرد منه لاعب ولاعب قلب دفاع. صح.
المنتخب السوري اليوم في عمليه تطور خاصه لاعبين محترفين. أنا أقصد، لكن احنا نتكلم عن المنتخب الاسترالي. المنتخب الاسترالي انا اقصد على الجزئيه. نعم. ان عاده احنا لما نلعب مع منافسين مثل استراليا، كوريا الجنوبيه، ايران، اليابان، لهم ثقل. لا انا اقصد ان احنا اللي تحوشنا الربكه. نعم. احنا اللي نفسيا نبدا القلق يحوشنا قبل المباراه. نعم. شوف امر وارد ابو خالد لكل المنتخبات، لكل النجوم، امر وارد ان خاصه البدايه تكون فيها ربك. لكل المنتخبات بدون استثناء حتى على مستوى العالم البدايه دائما تكون فيها صعوبه. لكن احنا لما نيجي اليوم منتخب استراليا، ترى المنتخب الاسترالي اول بدايه المباراه منتخب الاردني كان فيه ربكه وبغى يسجل عليه المنتخب الاسترالي. المنتخب الاسترالي كان هو الافضل، لكن تسجيل الهدف من ركله ثابته يعني هذا عطى الثقه للمنتخب الاردني. لا ننسى المنتخب الاردني ترى بالفترات الاخيره في البطولات الاسيويه كان من المنتخبات العنيده، يعني مو منتخب سهل تاخذ منه 3 نقاط. صحيح. منتخب كان عنيد. اليوم احنا شاهدنا عندنا اليوم عدي الصيفي لاعب مهم في الدوري الكويتي، اليوم مو موجود من ضمن المنتخب الاردني. يمر مرحله تغيير صراحه، معناته اي نعم ان في افضل من عدي، واحنا اليوم نضرب فيه مثل اليوم في دورينا. صحيح. لاعب مقاتل، لاعب مهم، لاعب تكتيكي، صوره من 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 لاعبين المنتخب شلون. فانت اليوم تتكلم عن لاعب مثل عدي الصيفي وما اختاره. احنا لو عدي موجود اليوم في الكره الكويتيه بس ترى من ضمن الاختيارات راح يكون ميدو. طيب عدي تكلم عدي عنده كانت عنده مشكله لنفرض بس لكن احنا نتكلم بشكل عام المنتخبات الاردنيه بالفترات الاخيره لها قوتها، خاصه لما نتكلم عن خاصه بالدور شو اسمه الدور التمهيدي. انا ودي يعني تضيف قول انا عشان المنتخب استراليا انا اخذها مني يا ابو خالد. المنتخب الاسترالي ما راح يطول بالبطوله هذه اذا ما خرج من الدور الاول. المباراه الثانيه بالادوار النهائيه راح يعني انت الحين قاعد يعني قاعد تقلل من فوز الاردن على لا ما قلل سيف خليني اقول لك شغله يمكن هذه الخساره صحيح انا لا لا كل النجوم ما نحكي على النقطه هذه انت تتكلم يا اخي انت قاعد تقلل انت قاعد تقلل من فوز الاردن على استراليا يلا عطني بس خليني اقلك اول شيء ما اقلل منتخب الاردن استحق الفوز ومنتخب الاردن يملك روح ما انا اشيد فيها. المنتخب هذا منتخب مرجله زين يلعبون برجوله لكن المنتخب الاسترالي تبيني يعني نتكلم مجامله ونتكلم حقيقه وجهه نظر المنتخب الاسترالي انت بالعكس انا اللي شاف المباراه ما كان سيء المنتخب الاسترالي كان اكثر وصول وكان يهدد وكان يحاول المنتخب الاسترالي يعني انت على اساس انت قلت ان المنتخب متهالك وراح يطلع برا بسرعه راح نشوف ان شاء الله راح نشوف هذه وراح كلامي صح ولا مو صح. المنتخب الاسترالي بالتصفيات الكاس العالم تعادل مع تايلند تعادل مع العراق تعادل احنا تعادل مع شو اسمه يلا يتاهل بالمرحله عفوا يعني انت قاعد تكلم يا اخي احنا شفنا استراليا غدا مباراه كبيره اليوم استغلال الفرص فوزك على استراليا فوز مهم ومعنوي وايجابي وبالعكس النشامه غدا مباراه لا لا معنوي فوز معنوي لكن ما تخلي من استراليا مرشح للبطوله اذكرك كاس اسيا ب 2000 سنه 82 اول مباراه منتخب الكويت خسر 4 راح اخذ البطوله اول مباراه بكاس العالم 82 خسر 4 كاس اسيا لا كاس اسيا هذا من كوريا كاس اسيا ثلاثة من كوريا 3-1 3-1 اول مباراه افتتاحيه لا افتتاحيه والثانيه وخذ البطوله ولعبوا كوريا النهائي وفازوا اليوم استراليا ترى كعبه عاليه على المنتخبات العربيه يا حبيبي انا قاعد اقول لك يعني تضرب لي امثله ادري انا اقول بس 4-0 خليني اقول لك يا اخي لا تطغى انا شايف على المنتخب الاسترالي خلي في مشاهدين الاسترالي لاعبين محترفين ترى في مشاهدين يتابعون عندي انت يا اخي خلني اقول لك وجهه نظري ارجع لك سولف لي لا فرصه خليني يعني روح المنطق روح منطق سولف لي خلنا نتكلم مو منطق طلع استراليا من الحسبه تطلع عشان انه خسر مباراه بس راجل انا ما سولف عن المباراه انا قاعد ليش حسبت تقول له ما يوصل ادوار بس ترى المجموعه ما هي سهله لما تتكلم عن سوريا واستراليا ما هو سهل ما يخالف اوكي بس ترى هي بالمجموعه مو مجموعه سهله ترى المجموعه فيها فلسطين وسوريا اليوم سوريا
ما أدى مباراة ترى. أقولك شغلة مجموعة ما هي سهلة، ممكن يدخل ثالث، ممكن طبعا. ممكن الأردن تأثر مع سوريا وفلسطين، ممكن استراليا هو يتصدر المجموعة. المجموعة مو مجموعة سهلة، طلع حسبة استراليا من المجموعة وقال ما يوصل أدوار. خلنا نسمع وجهة نظر. لحظة، لما أقول ما يوصل أدوار إيش فيها؟ لا كلمنا على المنطق واضح. شلون طلع استراليا؟ استراليا خسر مباراه واحده ما هو مقياس يا اخي. انت افهمني، انت افهمني انا شلون حقنا حقن. انا اسولفك عن منتخب استراليا مو انت قبل نبي نرجع قبل شوي تقول مباراه السعوديه. انا اسولف عن عمل فريق خلال فتره سابقه. الفريق تدري اني انت عندك خبر ممكن والله ما اتوقع ان عندك خبر. انت في مرحله بناء الحين منتخب استراليا بعد كاس العالم. بناء ما بناء، انا قاعد اكلمك على البطوله. احنا حاضرين، خلي هو عنده خطه خلفيه قدام كيف. لكن ابو سيف كلامك يا اخي في مشاهد نظم نفسك، يقول استراليا ما يكمل عشان خسر المباراه. ترى على فكره يعني معطيات اللي قالها ابو ثامر معطيات سليمه وصحيحه. يعني فريق منتخب قاعد ياخذ يحجز بطاقات كاس العالم وهو مرتاح. مرتاح؟ اي الملحق الاخير مرتاح؟ والدليل البطولة الاخيرة الملحق مرتاح؟ أي إن كان شلون أي إن كان؟ والدليل لحظة شلون أي إن كان؟ مو مرتاح؟ المباراة الأخيرة مو مرتاح؟ من دخوله قارة آسيا زين حقق بطولة كأس القارية ووصل أكثر من مرة يمثل قارة آسيا. شنو تبي؟ لا تقول كل بطولة يا مو مرتاح، مو صحيح يا أبو سيف. لا مو مرتاح يا أبو سيف. أنت والله من رحت مع بين الجيمين وأنت تغير علينا. حلو اسمع شكله يا ولد مهجوم. أزرق قهوة أهل بين الجيمين. اسمعني خلي والله ما تدري عنه والله يا أنت حدك. قول المنتخب الأسترالي أنا أتوقع هذا ومن حقي أني أتوقع وإيش يمكن يصير. صحيح هذا رأيك صحيح. لا هذا يعرف رأيه والله مو توقع. انت قلتها بناء على معطيات انت بينك وبين نفسك معطيات انك خسر رأي وقلت ان اوكي لو رايه احتمل بس انا ما تطلع من ابو سيف. ابو ثامر هو رايه عشان خساره واحده 1-0 يا اخي. هو قال وجهه نظر. احقنها علي يا ابو ثامر. وهو رجال قاعد يتكلم عن المعطيات قبل البطوله. احقنها. لا زين. لا 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 والله العظيم ما استبعد ها استراليا في قبل البطولة. أنا وياه قبل البطولة موجودين. يعني منتخب سوريا وفلسطين اليوم خسر. يبي يقفون أمام استراليا. خلاص والله. زين سؤال. إيه ما استبعدت استراليا. يا ابن الحلال ثامر لا عشان الوقت والله توقت وقت. بس نبي نرد على منير ما أدري. منير إيه. منير الطلاعي يقول لي عن شنو يقول ثامر. عشان التشكيل قائم. قائمتي. هذه عني ترى سؤال يعني مجرد سؤال يا أخي. ما عليش مجرد سؤال. سؤال أنا والله ما ودي أخذ فيه صراحة. لا يقول كلام النادي كلامه. أنا بأخذ فيه. قبل سنتين بأن كان هناك توجه ونية بتشكيل قائمة للمستقبل لدخول الانتخاب. أنا دعمي الكبير لأخوي أسعد البنوة. بس جزاك الله خير. بس خلاص. وأنا أعطيك السلعة. وقائمته. العراق وفيتنام. العراق وفيتنام. اسكندر أهم شيء. ويوس أبو يا جماعة قاعد أتكلم أنا قاعد أتكلم. اسكندر أهم شيء. أنت كمل. آسف. خلاص قلتوا نقطة أنتم ورديت عليها وأنتم. بس تفضل أنا خلصت من الموضوع. أبو رضان. آمر. العراق وفيتنام. والله صراحة شوف المنتخب الفيتنامي هذا قلنا لك شلون الكرة الآسيوية شلون تطور لما يقعد على الكرسي واحد مثل محمد بن همام الرئيس الأسبق. هو اللي عمل على هذه المنظومة. يا برل احنا وين انت وين انا حكيت على المباراة. استرسل انا يا ابو خالد. هاي تسترسل تاخذ دوار وتجي دوار الشيراتون وترجع لي وتروح دوار الامم المتحدة. اسمع عشان ابدي لك شلون فيتنام الفريق اللي ما كان يملك فريق كرة قدم. والله بختم لا صراحة الفريق الفيتنامي ابدى شجاعة كبيرة امام المنتخب العراقي وهو البادئ بالتسجيل. والله فعلا وايضا البادئ بالتسجيل وأحرج المنتخب العراقي. ولكن أنا أعتقد أن أسود الرافي يعني مهند يحسبونها بالخبرة. مهند خوش مباراة. نعم مهند. نعم وميمي. إيه ميمي طبعاً. ما تشوف خط دفاع العراقي عنده مشكلة كبيرة. دائماً البدايات أقول لك فيها أخطاء وفيها ربكة تصير بعض المباريات. اليوم لما شاهدنا أنا أعتقد شيء مميز أن منتخب فيتنام يتقدم ومن ثم المنتخب العراقي. أنا أعتقد هذه المباريات راح نشاهدها بعد في الأدوار الأخرى. فهذا شيء جيد
ان اعطيت فرص حق بعض المنتخبات اللي كانت مغموره، فهذا شيء وايد عمل مهم للاتحاد الاسيوي انه فتح هذا الباب هالسنه، وشاهدنا منتخبات كانت ما تشارك من ضمنهم المنتخب اليمني. تدري الكلام اللي قاعد يقولونه، نعم، ان بوجود المنتخبات هذه فيتنام، اليمن، الهند، الفلبين، ان مستوى البطوله فنيا راح يموت. لا لا لا، هذا مو صحيح، في تطور راح يكون، لكن تحتاج من الاتحاد الاسيوي انه يدعم، نعم، هؤلاء المنتخبات لازم يحوش دعم المنتخبات. طيب، هذه ان شاء الله منتخبنا يعود كما كان في السابق، منتخب الكويت ان شاء الله، وان شاء الله نشاهد منتخب الكويت مو مشارك، منافس، نعم، يعني المشاركه امر وارد المنتخب الكويتي، لكن احنا نحتاج منتخب الكويت محتاج المنافسه، ما نحتاج انني نشارك في البطولات. القادم افضل، نعم، ان شاء الله رياضتنا باذن الله ان شاء الله. ابو خالد باذن الله، انا والله على فيتنام فوز معنوي. والله ما عندي وقت بعد، عمري بسيط. معنوي مشكور فهد، فوز معنوي، معنويات عالية، مشكور، ما قصر. فوز معنوي، فوز معنوي، فوز معنوي. ابو بعد مشكور، صالح معنوي مشكور، جنبه صالح معنوي، هاي الرضا مشكور، والله شاكرين لك والله، بس والله دفينا صراحه. شاكرين لك يا معنوي، نلقاكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.